بس خلاص يا بت عندك لا بقى ايه بلح البنين لا يطرح الكلاب ابدا ابني حبيبي صدقني اتحيرت عليها قلت لها ده عمال يناديني ويناديني 24 ساعه 48 ساعه كمان هو قلت لها ما قعدت اقول لها يعني ما فيش بس هي مش موافقه بصراحه بعدين انت لازم تشتغل يا عم الحاج مندل ده فاتين شغل انا كنت شغال كويس كنت بحاول اتوي الناس عشان اتجوز يعني وابقى امام هدومي اللي انا يعني اقتنعت بكام حاجه انت كده بتقولها وده فاتين شغل قلت لي كل خساره مكسب عشان خاطرك طب انا اعمل ايه اكتر من كده يعني لا اعمل ايه يعني شغل وترفات مش عارف ايه وترفات وانت جاي برضه عليا وعملت لي يعني ازدراء برضه حد تقول لي على سطوح اطلع فوق السطوح نادي ومن لا يعترف بيه قدام الناس انا ما اعرفوش مش صاحبي ومش هعترف بيه والياما ومش عارف ايه لو هزقن عنهم اقول ما كانوا صحابي صحابي في صحابي انت ورحت يعني قلت على سطوح قلت ماشي عندي على سطوح عشان خاطر انوني شرف رحت قلت انا ما اعرفوش وانت اللي مبالغ عليا لما كنت بقعد معاك فاكر ولا مش فاكر بص يا حبيبي اجمل كده وخليك راجل ماشي بص الخير اللي انت هتعمله في العالم ده يعني بص الهدف اسمى من هدفك الشخصي الذاتي الزايد يعني ده ما تخليش نفايه كده زباله يا ابن الافاعي ما تبقاش نفايه فكر في الهدف الاسمى ايه الهدف الاسمى لما كل دول يجوا عندي تكسو كل ركبه ولسان ويعترفوا انني انا هو تكسو كل ركبه ولسان وتعترف باني انا يجب ان نرى نريهم الاحوال والجحيم لكي يؤمنوا انني محبه من المحبه فيجب ان نرى الاحوال وان تبقى مسخه امام العالم كما كان مسخه كما انا كنت مسخه لكي يفهموا ويعرفوا محبتي محبتي رحمك يا الله عايزنا بقى انا رايح اعمل شويه اهوال هنا في الحته دي واعمل شويه اهوال في الحته دي لكي يحبوا ويعرفوا سماحه الله اسبح بسم الله 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 في حبيبي بس رحمك يا الله صدقوني انتوا حولتوا الحياه لجحيم الحياه اللي احنا عايشينها 50 سنه ولا 60 سنه ضيعه في عمرنا حولتوها لجحيم هي حرب دين دبنتين يعني صلبين جمدين مصممه ان العلبه فيها فيل مصممه على تقديس خرافات يعني انا نفسي اوصل للعالم المتقدم اللي احنا بنقول عليه المحل ده في واحده اسمها هيباتيا كانت عايشه هنا في مصر مش عارف من كذا سنه قالت الخرافات يجب ان تدرس على انها خرافات والمعجزات على انها خيالات شعري يا اخي خد الحكمه خد الكنز يا اخي من الحكمه لكن تقول العلبه فيها فيل ده كده اسطمبه وتقتل وتاذي باسم الناس علشان حولتوا حياتنا لجحيم صدقوني انتم الاهوال انتم اللي بتخلقوها انا مش ضد والله ما ضد الله ولا ضد الالهه ولا ضد اي حاجه صدقوني يس حتى احنا نكون يعني حاسينين الظن بالله اذا كنا حاسينين الظن بالله اذا كنا بنغلب مصلحه وحقوق الانسان احنا كده بنجازي اديانا حاجه حلوه ان احنا بنعمل فعلا محبه وسماحه لكن انا مش شايف ايتها سماحه ولا ايتها محبه ولا ايتها قلب حتى بيرق انا الله وحسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تختصم الخصوم اذا كان الله موجود جابكم هنا يا شهود عشان تاخدوا روحي يلا خلصوا عليا وخدوا روحي عشان اطلع لربنا يمكن يكون عنده جنه ولو حتى انتوا قاعدين جنب منه وهتوروني الويل يلا ايه سيبني برضه بتعذبوني كل شيء ليه وقت حسبي الله. And the best kind of people are the ones that come into your life and make you see the sun where you once saw clouds. The people that believe in you so much that you start to believe in you too. The people that love you simply for being you. Keep that. Relationship tip of the day. Don't fall for sweet words. Fall for consistent effort.